في الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، لتكون منصة مفتوحة للإبداع ضمن بيئة طبيعية متفردة. مقر جامعي متكامل يوفر للطالب كل احتياجاته. سعيد جداً أدرس تخصص علم النفس الموجود حصرياً في جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة. كادر أكاديمي وإداري مميز، تخصصات وبرامج دراسية معتمدة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. الجامعة بتوفر لنا عدد كبير من العيادات، من خلالها نقدر نطبق الشغلات اللي تعلمناها نظري نطبقها بشكل عملي. دعم المبادرات والتفكير الإبداعي في مختلف المجالات. جامعتي بتوفر لي فرص كتير عشان اتعرف على طالبات من مختلف الجنسيات، وهذا الشيء بخلي وقتي داخل الجامعة ممتع كتير. سكن مريح ضمن الحرم الجامعي، أجواء ممتعة من خلال الفعاليات والأنشطة. جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، ننطلق معاً.